الرعاية الصحية التي تعتبر تاريخيا إحدى أولويات الحكومات والجهات المعنية كركن أساسي في تقدم الدول ونهضتها. وانطلاقا من أهمية هذا القطاع، جاءت فكرة تخصيص الأسبوع الوطني للصحة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية. ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء بطبيعة الحال على إنجازات الصحة العامة، وكذلك تحسين الصحة العامة للمواطنين في أمريكا من خلال تثقيف الجمهور حول مختلف القضايا الصحية و إرشادهم لنمط حياة صحي يقيهم شر الأمراض المزمنة. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، مقولة لم يخطئها عاقل ولا يدرك عمق معانيها إلا من يعاني من اعتلال صحي. من هنا تأتي أهمية التوعية الصحية في بناء المجتمعات وتحصينها. ولا يمكن إخفاء أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر إنفاق على الرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث وصل حجم الإنفاق على القطاع الصحي في العام الماضي حوالي 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ليتجاوز حصة الفرد من الإنفاق 10,000 دولار سنوياً. بهذه الأرقام تنفق الولايات المتحدة ضعف ما تنفقه الدول الأخرى على الرعاية الصحية كسويسرا والنرويج وألمانيا. ومن المقرر أن تتجاوز حصة القطاع الصحي في الميزانية القادمة أكثر من 130 مليار دولار، بزيادة قدرها 23% عن العام الماضي، وذلك جراء تداعيات الجائحة. وتمكن القطاع الصحي من مواجهة كورونا وتجاوز بشكل كبير تداعياتها الصحية التي تواجه العالم إلى يومنا هذا، وذلك من خلال تسريع التطعيمات وإعادة فتح المدارس وتقديم مقترحات ضخمة لمساعدة المسؤولين الحكوميين والمحليين على كبح جماح الفيروس. كما قامت الولايات المتحدة بتوزيع أكثر من 500 مليون جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة حول العالم. بجانب ذلك، يعمل الرئيس الأمريكي على تمتين البنية التحتية لدعم قطاع الصحة العقلية ومواجهة مشكلة تعاطي المواد المخدرة ومنع الانتحار. ومن المنتظر أن تضيف الميزانية القادمة نحو مليار دولار لمساعدة المدارس على تعيين مستشارين وعلماء نفس وعاملين صحيين آخرين. وستقترح الميزانية أيضا 5 ملايين دولار للبحث عن تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، كما ستحظى سياسات التغطية الخاصة بخطط التأمين الصحي باهتمام أكبر، حيث سيدعو الرئيس شركات التأمين إلى تغطية خدمات الصحة السلوكية، ليكون بذلك القطاع الصحي إحدى أولويات الإدارة الأمريكية. دعونا الآن نتعرف سريعا على أهم النصائح للحفاظ على الصحة العامة وفق موقع مايو كلينيك. أولا، التمرين باستمرار، حيث يحسن اللياقة البدنية وصحة القلب والأوعية الدموية والعضلات، ويساعد في مكافحة الأمراض. كما تبين أن التمارين الرياضية تقلل من التوتر وتحسن المزاج العام. ثانيا، التوعية بأهمية الغذاء وتنوعه عبر تناول ما يكفي من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة على مدار اليوم، مع التركيز على البروتين في الصباح. كذلك يجب الحفاظ على جدول نوم منتظم والحصول على حوالي 8 ساعات من النوم كل ليلة. أيضا يجب الحصول على اللقاحات المطلوبة ضد كورونا والإنفلونزا، وتجنب الحشود والتجمعات الكبيرة، مع ارتداء الكمامة وغسل اليدين بشكل متكرر. ينضم إلينا الآن الدكتور غسان سعيد، رئيس الجمعية الطبية العربية الأمريكية في ولاية ميشيغان الأمريكية. صباح الخير عليك دكتور غسان. طبعا نحن اليوم نتحدث عن احتفال الولايات المتحدة بالأسبوع الوطني للصحة العامة. في البداية، ما أهمية هذا الأسبوع في رأيك في ظل تطورات الأوبئة وانتشار أنماط الحياة غير الصحية وغيرها من التحديات؟ تحياتي لك ولمشاهدينكم الكرام. أحب قبل ما أبدأ أوضح للجمهور الكريم يعني ما هي الصحة العامة وشو الفرق بين الصحة العامة، لأن الناس بتخلط بين الصحة العامة وبين أنك تروح تشوف الطبيب والطبيب اللي يعالجك لمرض معين. فنفترض يعني أنه لما نحاول نفسرها بطريقة سهلة جدا، أنه واحد مثلا عمل حادث بسيارة، انكسرت ساقه، الطبيب المعالج بعالج ساقك فقط،
يعني التركيز على الصحة اللي هي المعالجة اللي هي أن الطبيب يعالج ساقط فقط من الكسر، ولكن بعد ذلك تأتي دور الصحة العامة. الصحة العامة يعني تؤثر أو تشمل مجتمع بكامله، يعني مثلا بيسأل هل هذا الشخص كان مثلا نظره ضعيف، لماذا عمل الحادث وكيف عمل الحادث، بيركزوا على how and why، يعني كيف ولماذا عمل الحادث. فمثلا لماذا عمل الحادث، ممكن نظره يكون ضعيف، ما عنده يعني تواصل أو بيقدر يروح يشوف دكتور يفحص نظره، مثلا ما عنده التزام بإرشادات المرور، مثلا إذا كان تحت تأثير مخدر، تحت تأثير بسوق السيارة، تحت تأثير الكحول أو غير ذلك، بالتالي بيمرروا المعلومات للسلطات اللي بتشرع القوانين، والقوانين تطلع يعني السلطات بتظهر قوانين أساس تحاول تمنع أو تعاقب من يقود سيارته وهو تحت تأثير الكحول. مثلا هل كان الشارع اللي ماشي عليه في وقت ما لما كان يسوق سيارة يقود سيارته، هل كان الشارع آمن؟ هل السيارة اللي كان راكبها كانت آمنة؟ هل هي مثلا لماذا السيارة لم تكن آمنة؟ هل هو لأنه فقير لا يملك المال الكافي لسيارته تكون آمنة، وبالتالي هل هو فقير؟ هل هو من مثلا يعني الصحة العامة تشمل كل هذه الأشياء، بغض بعكس اللي هو مجرد أن الطبيب يعالجك وتمشي للبيت. أشكرك على إيضاح هذه النقطة دكتور غسان. يعني وهذا ربما يقودني للسؤال، متى بدأت الولايات المتحدة بالاهتمام بفكرة الصحة العامة، وما أهمية وجود تركيز خاص على الصحة العامة كجزء مهم من القطاع الصحي في أي دولة؟ طبعا الصحة العامة في أمريكا يعني لازم عشان تكون عندك برنامج صحة عامة لازم يكون عندك وعي مجتمعي. ووعي مجتمعي المعروف في مجتمع أمريكا، من يعيش في هذه البلد يعرف أنه هذا البلد، هذا الشعب أكثر شعب عنده، أكثر شعب معطاء يعني يتبرع. عندنا جمعيات طبية غير ربحية، مثلا جمعية الكلى، جمعية القلب، جمعية الدماغ، جمعية الأعصاب، كل هذه جمعيات خاصة تعنى ب كل واحدة منها يعني متخصصة في شأن ما، وكل واحدة منها عبارة عن صحة عامة بذاتها، يعني بتشكل صحة عامة بذاتها، ومجموع الكل هو ما يشكل الصحة العامة لكل البلد. الصحة العامة مهمة جدا. اكتشف انه مثلا من 1900 لغاية سنة 1999 اللايف اكسبكتنسي يعني العمر زاد 30 سنة بالنسبة للأشخاص الموجودين في هذه البلد. والسبب في أنه زادت يعني life expectancy أو مثلا طول العمر، إحنا بنقول طول العمر، العمر بيد ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا قال لك خذ بالأسباب. بسبب هذه الأسباب اللي هي تعليمات الصحة العامة والمليارات التي تصرفها الحكومة الأمريكية على برامج الصحة العامة المختلفة، أوكي، خلت life expectancy تزيد من 1900 لغاية 1999، هذه آخر إحصائية طلعت، حوالي 30 سنة. فبالتالي مهم جدا توعية الناس صحيا. طبعا لا ننسى العمل، تفضل. عذرا على المقاطعة، ولكن كيف انعكس هذا الاهتمام الكبير بالقطاع الصحي، يعني اهتمام إدارات أمريكية متوالية بالقطاع الصحي، إن كيف انعكس على مجال الأبحاث الطبية وتطوير العلاجات وخدمة العالم أيضا في هذا السياق؟ طبعا يعني وجود الدعم من الحكومة الأمريكية لمراكز الأبحاث الطبية والنفسية والعقلية وغير ذلك أدت طبعا إلى النهوض بالمستوى الصحي بهذه البلد مقارنة بالبلاد دول العالم كلها. طبعا لا ننسى موقف الصحة العامة في جائحة كورونا، موقف عظيم يعني جدا، كانت توعي الناس. انت حضرتكم سمعتوا عن نظريات المؤامرة ضد أخذ اللقاح ضد كورونا،
كانت نظريات قوية جدا، والناس بدأت تشكك في ماهية اللقاحات ومفعولها، وأنها لها أعراض جانبية ممكن تؤدي إلى كذا وكذا، وكيف وصلوا إلى إنتاج لقاحات بهذه السرعة البسيطة. طبعا نعم، من يعيش في هذه البلد ويفهم قوانين البلد ويعرف أنه ممكن، نعم، لما تصرف مليارات الدولارات وتجيش كل القوة الطبية والعلمية والبحثية وتنفق عليها هذا الإنفاق السخي، طبعا حتوصل لنتائج سريعة في 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 وقت قصير. طبعا كان لهم دور الصحة العامة وموظفي الصحة العامة والوزارة الصحة ومركز التحكم بالأمراض في أمريكا، كان لهم دور عظيم جدا في إنهاء هذه الجائحة. جائحة كانت لا أخفي الجمهور سرا، هذه الجائحة كانت يعني ولا زالت لم تنتهي بعد، كانت قوية جدا وفتكت بالبلاد وبالاقتصاد، ومش بس بالبلاد وبالاقتصاد وبالناس، المنتل بسموه المنتل هيلث تبعت الناس. صحيح، جزء من خطاب يعني بايدن، خطاب الاتحاد للرئيس بايدن كان يعني مخصص للصحة العقلية. بالضبط، الصحة العقلية تدهورت جدا، الناس صار عندهم اكتئاب، صار عندهم انزايتي يعني قلق، وصار عندهم مشاكل عقلية أدت كثير، نسبة الانتحار زادت في البلاد. وطبعا يعني هذا لابد أن تنفق الدولارات ويعني وتدعم مشاريع لحماية الناس من هذه من التدهور العقلي. طيب، وطبعا أنتوا سمعتوا خطاب بايدن كان في الاتحاد. طيب دكتور غسان، في رأيك ما هي الدروس المستفادة المستخلصة من النموذج الأمريكي في الرعاية الصحية التي يمكن أن تنقل وتطبق في منطقتنا العربية برأيك؟ أول درس وأهم درس أنه أمريكا تنفق ربع الدخل القومي للبلد كلها. تخيل أمريكا الدخل القومي للبلد، أمريكا ربع هذا الدخل ينفق على القطاع الصحي وعلى مراكز الأبحاث وعلى تطوير الأدوية وعلى التوعية الصحية. فإذا بلد ما يعني تحاول تتبع ما تتبعه الولايات المتحدة أكيد سوف تنهض. تسخير القوة المالية للدعم الصحي والدعم البحث العلمي، لا يوجد دولة في العالم، أنا أؤكد لك، أنا عشت في دول العالم كلها، لا يوجد دولة في العالم تنفق على البحث العلمي وعلى الصحة العامة وعلى الولفير بيسموه الولفير سيستم، اللي هو مش عارف كيف ترجمه بالعربي، بس يعني على كل ما التكافل الاجتماعي، يعني التكافل الاجتماعي بالضبط، يعني حتى يوفر لك الغذاء، يوفر لك، يفحصوا لك الغذاء، التوعية الصحية تفحص لك الماء اللي تشربه، تعطيك تعليمات بشأن ماذا تفعل، ماذا تأكل، كيف تلعب الرياضة، خاصة أنه في مجتمعات عندنا أقل مثلا فقيرة، أو مجتمعات مثلا من إحدى هذا الأسبوع بالذات الذي يحتفل فيه الصحة العامة في أمريكا، أول بند من بنود اليوم هو حيبدأ اليوم الاثنين وحينتهي يوم الأحد، أول بند على أو محور من محاور هذا هو مكافحة العنصرية، بحيث أنه ذو البشرة السوداء والناس الملونين أقل حظا في أنهم يوصلوا للرعاية الصحية المطلوبة من غيرهم، وهذا الشيء لازم ينتهي، وهذه الفجوة لازم دروس تتقلص. دروس كثيرة يعني يمكن أن تستخلص من التجربة الأمريكية في مجالات كثيرة الحقيقة. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح دكتور غسان سعيد، رئيس الجمعية الطبية العربية الأمريكية في ميشيغان، شكرا جزيلا لك.